متعلقا بعرشه مع آبائه وأبنائه الطاهرين، مسبحا ومكبرا ومهللا، كما قال هو نفسه في جواب من سأله: أين كنتم قبل خلق آدم؟ فقال الحسين عليه السلام: كنا أشباح نور ندور حول عرش الرحمن، فنعلم الملائكة التسبيح والتهليل والتحميد. لولا أن الحسين كان الإيمان قد عجن به وبروحه لم يكن يسبح الله وهو بعد في رحم أمه، حيث قالت الزهراء بعد حملها بالحسين، قالت: وجعلت أسمع إذا خلوت بنفسي في مصلاي التسبيح والتقديس في بطني. ولذلك التقديس ولذلك التسبيح في عالم الأشباح وفي عالم الأرحام. قال الحسين لأخيه العباس مساء التاسع من محرم: أمهلهم سواد هذه الليلة لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره ونتلو الكتاب، فهو يعلم أني كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. ألم يصفه الواصفون بأن الحسين كانت سجيته الدعاء سلام الله عليه؟ خلق الله الحسين من نوره، وفي عالم أنوار الرب عاش الحسين، وإلى نور السماوات عاد الحسين. هكذا أراده الله أن يكون نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسه من مدلهمات ثيابها. وهو نفسه النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جبين فاطمة عندما حملت به، فقال لها النبي: إني أرى في مقدم وجهك ضوءا ونورا، وذلك أنك ستلدين حجة لهذا الخلق. وكان نوره ساطعا حتى لأعدائه، فقد قال حميد بن مسلم وهو المؤرخ في جيش عمر بن سعد، قال: ما رأيت قتيلا مضمخا بالدم والتراب أنور وجها منه. وقال أحد جنود بني أمية: لقد شغلني نور وجهه وجمال هيبته عن الفكرة في قتله.